وبعض بالغريين وأرض طنز وسامرة وقد ضمنت بغداد بدر حلا وسط قبرين يا سادتي يا سادتي لمن أنعاسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطادا أم الحسين لقان بين الخميسين بدمعته على ابن الذي حز ورقبته وظلت ثلاثة أيام جفته أويلاه يا ابن ما حضرت هي ولا شيع جسمي يا ودفنت أنا الوالد المذبوح ابنها ابنها طول الدهر ما قل حزنها سبعين جثة بدور جنها فوق الثرى ما حد دفنها والله وزينب حد الحادية عنها أنا الوالدة والقلب لهفان والله لهفان ودور عزبني وين ما كان أويلاه يا ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان هي ولعبت عليه الخيل ميدان أنا الوالدة يا حسين يا ابني أنا يا ريت ذباحك ذبحني والله تسعدني على ابني يلتحبني هي تسعدني على ابني يا تحبني لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. للوضوء شرائط وله أجزاء وله نواقض إلى غير ذلك من أحكام الوضوء. ولقد تقدم الكلام عن شرائط الوضوء، وفعلا يكون الكلام عن أجزاء الوضوء. فما هي أجزاء الوضوء؟ أول جزء من أجزاء الوضوء هو غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا، هي بالنسبة إلى الطول، وما اشتملت عليه الوسطى والإبهام عرضا، فهذا الحد لابد من غسله. ويذكر الفقهاء أنك تغسل زيادة على هذا الحد من باب المقدمة حتى تتيقن أن المطلوب بأجمعه بأكمله قد غسل، فتزيد شوية من باب المقدمة. وطبعا هذا مو مختص فقط بغسل الوجه، حتى بالنسبة إلى غسل اليد اليمنى إنك تزيد شوية، بالنسبة إلى اليد اليسرى، وهي مو مختص فقط حتى بالوضوء، حتى بالنسبة إلى الطواف وبالنسبة إلى الأمور هذه، حتى تتيقن أنك أتيت بالمطلوب تزيد شوية من باب المقدمة يقولون، حتى يكون عندك علم على أن المطلوب قد أتيت به. غسل الوجه، وطبعا تلتفت على أنه إذا كانت هناك حواجب، وهذا طبعا من شرائط الوضوء أيضا رفع الحواجب،
إذا كان مثلا العين فيها شوية كحل حاجب أو بعض الأوساخ مثلا أو على الحاجب، فشوية الواحد يتفحص وكذا حتى يكون يغسل الوجه غسل صحيح. وهنا ملاحظة الآن بالنسبة إلى النساء مثلا، ليلة خطوبتها أو ليلة زواجها هذه المرأة وتأخذ إليها هذه الأصباغ، فماذا تفعل؟ يمكنها طبعا أن تتوضأ قبل أن تستخدم هذه المساحيق، تكون على وضوء وبعدين لو جعلت عليها هذه المساحيق، بس بحيث أنه ويش تتم على طهارتها، تتم على طهارتها حتى تصلي بعد ما أدى صلاة العشاءين أو صلاة الصبح، لابد المهم أن تكون تبقى على طهارة حتى تأتي بالصلاة على طهارة، لأنه لا صلاة إلا بطهور، وهذه حواجب. فإذا كانت حواجب الآن بالنسبة إلى الوضوء لا يصح إلا برفع هذه الحواجب، أما إذا أحدثت فلا بد من إزالة ماذا؟ من إزالة هذه المساحيق وهذه الأصباغ التي ماذا؟ تمنع من وصول الماء إلى البشرة. كم مرة يغسل الوجه؟ طبعا يكفي ماذا؟ مرة واحدة، ولعل هناك استحباب أنه يغسل مرتين، لكن بالنسبة إلى الثالثة هذا غير صحيح. فلذلك الأولاد الذين يعلمون على أن الوجه يغسل ثلاث مرات أو اليد تغسل ثلاث مرات هذا غير صحيح، لابد أن ينبهوا، لأنه في المدارس كثير ما يدرسون على أن الوجه يغسل ثلاث مرات هذا غير صحيح، اليدين تغسل وإيش ثلاث مرات هذا غير صحيح، فإذن لابد من التنبيه على ذلك. وهنا ملاحظة ينبغي التفريق بين الغاسل وبين الصب، فصب الماء غير الغاسل، ذكرنا على أن الغاسل يكون المرة الواجبة هي ماذا؟ مرة واحدة. أما بالنسبة إلى الصب، الصب لا تسكب الماء مرة مرتين ثلاث أربع هذا ما في مشكلة، المشكلة إذا أنك غسلت العضو بأكمله. هنا أبين نقطة أيضا، ما هو المراد بالغسل؟ ما هو المراد بالغسل؟ يقولون الغسل هو تحريك الماء، يتحرك الماء من هذا الجزء مثلا إلى هذا الجزء، من هذا المكان إلى هذا المكان، فيتحرك الماء على كل الوجه، يتحرك الماء على ماذا؟ أما لو واحد بس بلل إيده مجرد بلل وبعد قام يمسح على إيده هذا ما يطلق عليه غاسل، خلي يتحرك الماء. ولذلك ينبغي سكب الماء، ينبغي إصباغ الماء، إصباغ الوضوء، خليه يفيض شوي، يزيد شوية، فيكون ماذا؟ يصب الماء. فصب الماء على الوجه على اليدين مرة مرتين ثلاث أربع ما في مشكلة. نعم إذا غسل الوجه بالكامل هذا يطلق عليه أنه غسله مرة واحدة، أما لو باقي ولو مقدار شيء بسيط وصب الماء ثلاث أربع مرات الغسل الآن ما صار ولا مرة، لابد ماذا؟ يغسل الوجه بأكمله، إذا غسل الوجه بأكمله بعد ذلك ماذا؟ يكون أنه
يتحقق هذا الغسل مرة واحدة. وكذلك بالنسبة إلى اليد، إذا غسل من المرفق إلى الزند مثلا، هاي ما يعتبر أنه غسلها ولا مرة، لابد إذا يكمل الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حتى يتحقق الغسل مرة واحدة. فهذا المراد بأنه يغسلها مرة واحدة أو يغسلها مرتين وكذا. فإذا هذا الجزء الأول هو غسل الوجه. الجزء الثاني من أجزاء الوضوء هو غسل اليد اليمنى، غسل اليدين. أولا غسل اليد اليمنى، لأنه قضية الترتيب هم كذلك من الشرائط أيضا في الوضوء، بأن يغسل الوجه أولا ثم يغسل اليد اليمنى ثم يغسل اليد اليسرى ثم يمسح مقدم الرأس ثم يمسح الرجلين. فما هو حد اليد؟ يقولون يجب الغسل غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع. ما هو المرفق؟ يقولون مجمع عظم الذراع والعضد، نقطة اشتراك يكون ما بينهم، هاي نقطة الاشتراك، وهذا الفاصل هنا لابد ماذا؟ أن يغسل. مو بس يغسل، يقولون تغسل شوية، ترفع الماء شوية حتى يكون يدخل كل المرفق في ماذا؟ في الغسل. زي عاد طبعا إلى وين أزيل شوي؟ إلى الكتف؟ والله إلى الرقبة؟ لا، شيء بسيط يعني، ولو مقدار ماذا؟ أصبع أصبعين، ما في مشكلة. أهم شيء أنك ماذا؟ المطلوب الواجب أنك تغسله تستوفيه. فلو زيت شوية على المرفق كفى، ولو شيء بسيط يعني، لا يقدر بإصبع صبعتين مثلا أو ثلاث أربع أصابع، لا، أنت تزيد شوية حتى فقط يكون المطلوب والواجب أتيت به. فإذا هذا بالنسبة إلى غسل اليد اليمنى. يقولون أيضا يعتبر أنك تغسل اليد من الأعلى إلى ماذا؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع، لا أنك تغسلها من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفق. زين، الآية تقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كيف أنتم تقولون بعد هذا من المرافق؟ الآية تقول إلى المرافق وأنتم تقولون إلى المرافق، من المرافق، والآية تقول إلى المرافق، فلماذا لا يكون الغسل إلى المرافق كما ذكرت الآية؟ الآية مو المراد أنك تبدأ من وين، الآية تبين إليك ماذا؟ مقدار، المقدار اللي تغسله، لأن اليد يعني اليد يمكن أن تكون من ماذا؟ من الكتف. فأنت المقدار اللي تغسله وين تغسله؟ أي مقدار اللي تغسله؟ تغسل إلى الكتف؟ لا، مو إلى الكتف، تغسل إلى وين؟ إلى المرفق، إلى المرافق. فهي تحدد ماذا؟ تحدد المقدار، لا تشير إلى قضية البداية والنهاية، وين تبدأ وين تنتهي. مثل ما إذا أقول لك مثلا اكنس الماتم إلى الباب، مو معنى ذلك لازم أنت تنتهي إلى الباب، لا، المكان والمقدار مثلا، أو الجدار مثلا، أقول لك أصبغ الجدار إلى النصف مثلا، مو لازم أنك لازم تبدأ من فوق مثلا إلى أن تصل إلى النص، لا، هاي مين نظرة إلى الآية؟ من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين، هذا مو نظر الآية. نظر الآية ماذا؟ هو المقدار، المساحة اللي أنت مطلوب أنك ماذا؟
تغسلها. وطبعا احنا عندنا روايات دلت على ان ماذا اصلا العرف عرف الناس كذا انه يغسل من ماذا من اعلى الى اسفل. اما انه ينكس يغسل من الاسفل الى من الاسفل الى الاعلى يقولوا هذا غير صحيح. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. زين، فاذا غسل اليد اليمنى من المرفق الى اطراف الاصابع. يمكن واحد يقول انا في البدايه اغسل كفيني ثلاث مرتين او ثلاث مرات وبعدين عد ما اريد اغسل اليد اغسلها من المرفق الى الزند، لان هذا مغسلنا قبل بعد، يكفي هذا؟ هي الطريقه صحيحه؟ طبعا هذه الطريقه غير صحيحه. انت لابد ان ماذا تغسل من المرفق الى اطراف الاصابع. اما انك اول شيء تغسل الكفين وبعدين تغسل كذا، لا غير صحيح. لابد ان يكون الغسل من اعلى الى ايش؟ الى اسفل، الى اطراف الاصابع. والحين بعد طالعه مساله جديده، بس اعتقد ان هذه شويه فيها وسوسة إلى الناس وكذا، وأنا استغرب منها صراحة لأنها غير عرفية. يعني يقول إيه إذا بتغسل تغسل من الأعلى إلى الأسفل، كل جزء تغسل من الأعلى. كيف يعني من الأعلى إلى الأسفل؟ قال إيه، أول تغسل الصوب من الأعلى إلى الأسفل، وبعدين الصوب من الأعلى إلى الأسفل، وذا الصوب شوية 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 شوية, شوية. هاي مو 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 غسل عرفي، هذا مو صحيح. تغسل الغسل العرفي من ماذا؟ من المرفق. يعني مثلا تسكب، بالنسبه للرجل مثلا الاستحباب انه يسكب الماء اول، يغسل ماذا؟ ظاهر اليد من اعلى الى اسفل، وبعدين الباطن من اعلى الى اسفل. مو اول شيء مثلا ذي الجهه من اعلى الى اسفل، ذي الجهه من اعلى الى اسفل، ذي الجهه من اعلى اسفل، ذي الجهه من اعلى. هذا مو عرفي، هذا مو صحيح. هذا انت مطلوب منك من اعلى الى اسفل العرفي، مو الدقي. الا الناس يسوونه بعد، العرف عند الناس. هذا مو متعارف عند الناس انه شويه 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 من فوق الى تحت. هذا مو معروف، مو متعارف عند الناس. فغريب عجيب يعني، اصلا هذا وسوسه زايده، وسوسه زايده. وهذا مو شيء عرفي، مو عند الناس هذا، مو عند. فاذا لابد ان يلتفت الى هذا. امر بسيط قضيه الوضوء انه يغسل من الاعلى الى الاسفل، هذا وخلاص انتهى الموضوع. ولا بد ان يستوفيه بالكامل طبعا. فإذا بالنسبة إلى الجزء الثاني هو غسل اليدين مقدما لليمنى، أنه يغسل اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، يفرغ منها، يغسل ماذا؟ اليد اليسرى أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع. هنا ملاحظة بعد ينبغي الالتفات إليها. بالنسبة إلى المسح، لابد أن يكون المسح ببلة ماذا؟ ببلة الوضوء. زين، الآن إذا كان على الحنفية أكو قطرات ماء، وإنت إذا مسحت، إذا غسلت اليد اليسرى وبعدين أغلقت الماء، ربما يختلط الماء الجديد على الحنفية بماذا؟ بالماء الموجود في الكف. وهم يقولون لك لا، أنت تمسح بماء ماذا؟ بلة الوضوء، مو بلة جديدة. بلة جديدة خطأ، مو صحيح. ولذلك يقول لك إذا على رأسك ماء مثلا نشفة على أساس لا يختلط، إذا على رجولك ماء مثلا
نشفة إلا إذا كانت البلة بسيطة قطرات بسيطة يقول لك هذا ما يضر. إذا كانت مثلا لا عليها ما يكون معروف أنه يأثر هذا. ففي هالحالة ماذا تفعل؟ ها. الآن فرغت من غسل اليد اليمنى زين وأخذت الماء بيدك اليمنى وسكبت على ماذا؟ على اليسرى 3 مرات 4 مرات 5 مرات مثلا تسكب عليها تصب عليها ما في مشكلة. المرة الأخيرة وأنت ماذا تأخذ الماء سكر ماذا؟ سكر الحنفية على أساس بعد لا يصير إسراف. سكر الحنفية وبعدين خذ الماء وماذا؟ وغسل يدك بالكامل. فإذا غسلت يدك الآن باستطاعتك أن تمسح مقدم الرأس وتمسح ماذا؟ الرجلين. وهذا الجزء الذي هو بعد اليدين وهو ماذا؟ مسح الرأس. لا نقول مسح الرأس وإنما مسح ماذا؟ مقدم الرأس، لأن الآية قالت ماذا؟ برؤوسكم، هاي الباء فيقولون ماذا؟ جزئية. ولذا غيرنا الظاهر أنه يمسح كل الرأس، يغسلون لو يمسحون الظاهر يمكن يغسلون يمسحون وكذا، لكن إحنا ماذا؟ متعبدون. الذي يقوله القرآن والذي يقوله أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ما جاءنا من الأحاديث عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نأخذ به. فإذا قال لنا القرآن امسحوا برؤوسكم، بعد إحنا ما نغسل، قال امسح خلاص امسح، قال لك صلاة الصبح ركعتين خلاص أنا أصلي صلاة الصبح كم؟ ركعتين. إذا صليتها 3 ركعات إيه أنا أقول يلا بزيد شوي صليها 4 ركعات، فالصلاة ماذا؟ باطلة. أنت مأمور، إلا يأمرك بالشارع سوى، فأمرك بماذا؟ بالمسح بجزء الرأس. لماذا تغسل الرأس؟ أمرك بمسح الرجلين، خلاص أنت تمسح الرجلين، أنت عبد مأمور. الذي يأمرك الله سبحانه وتعالى، يأمرك القرآن، لابد ماذا؟ أن تأخذ به. نعم، فمسح مقدم الرأس وهو تقريبا الربع مما يلي الجبهة، ربع الرأس تقريبا، ويكون طبعا يقولون على أنه مسمى المسح يكفي، أنت مسحت هذا يكفي. لكن إذا يكون بعد مقدار العرض، مساحة العرض مقدار 3 أصابع ومقدار الطول مقدار إصبع واحد، يقولون هذا احتياط استحبابي بعد زين هذا. وإذا تمسح بعد بثلاث ماذا؟ بـ3 أصابع بعد هذا زين. فإذن يكون مقدم الرأس أنه يمسح ماذا؟ هذا المقدار بـ3 أصابع يمسح زين. لازم أنا أجر الأصابع حتى توصل إلى الجبهة، يعني بعد بصيرنا مشكلة، مو لازم. لكن إذا واحد جر المسح، جر المسح إلى وين؟ إلى الجبهة، الجبهة عليها ماء، فاختلط ماء الجبهة بماذا؟ بماء اليد، وهو الحين بماذا؟ بيمسح على الرجل، فصيدنا مشكلة. فلذلك خلي يتحرز شوية على أنه لا يختلط ماء اليد بماء ماذا؟ بماء الوجه، مو شرط أنه يوصل للجبهة، قلنا المسمى يكفي، فيمسح بحيث أنه يمسح هذا المقدم بحيث لا يصل إلى ماذا؟ إلى الجبهة، بحيث أنه يختلط هذا الماء، لا. فيمسح هذه المقدمة، مقدمة رأسه بهذا المقدار الذي ذكرناه. طبعا لعل أغلب الفقهاء جوزوا النكس، يعني بالعكس أنه يمسح من البداية إلى المقدار، يعني بالعكس، هذا بالنسبة إلى مقدم الرأس، أو بعضهم حتى بماذا؟ بالعارض وكذا. بس السيد الخوئي كما رأيت قدس الله روحه الشريفة يقول احتياط وجوبي عدم النكس.
أما بالنسبة إلى الرجلين فالظاهر أنهم جوزوا النكس أيضا. السيد الخوئي سيد السيستاني فضل الله كذا أنهم جوزوا ماذا؟ جوزوا النكس، ما أكو مشكلة بالنسبة إلى الرجلين. نعم، فهذا بالنسبة إلى مسح الرأس. هل يشترط المسح على البشرة على الجلد؟ لا، ما يشترط المسح على البشرة. إذا واحد مثلا حلق يصير أنه يمسح على ماذا؟ على بشرته. إذا حلق رأسه كله يصير يمسح على بشرته، زين. وإذا واحد مو حالق يمسح على شعره، ما في مشكلة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إذا كان شعره طويل مثل المرأة وخلت هذا الجانب مثلا الشعر وخلت على ماذا؟ على المقدمة، على الرأس، حيث أنه إذا مسحت ما مسحت مقدمة الرأس، إذا رجع الشعر مسحت على وينه؟ على هذا الشعر المتدلي. هذا طبعا غير صحيح، لأن المطلوب أن تمسح ماذا؟ على مقدمة الرأس أو الشعر المختص بهذا المقدم بهذا المكان. فلذلك إذا كان شعرها طويل وكذا بحيث أنه ما تمسح على الشعر المختص بالمقدم، خلي يكون مثلا تفرق الرأس الشعر حتى تمسح على الشعر المخصص بمقدم الرأس. ثم مسح الرجلين، وما هو مقدار مسح الرجلين؟ المقدار المساحة من أطراف الأصابع إلى الكعب. ما هو الكعب؟ بعضهم قال قبة القدم، المكان المرتفع في الرجل، وبعضهم احتاط قال ماذا؟ إلى مفصل القدم، إلى المفصل، مفصل الساق. فأنت زيد شوية من باب المقدمة حتى المطلوب ماذا؟ تجيبه. بالنسبة إلى الطول لابد أن يستوعب الطول، التفت على أنه لابد أن يكون المسح من أطراف الأصابع. طبعا ذكرنا قضية النكس وكذا، فقصدي المساحة يعني من أطراف الأصابع إلى الكعب لابد الطول تستوفيه. العرض المسمى يكفي طبعا بالنسبة إلى العرض، حتى لو عرض مقدار أصبع أصبعين ثلاثة أصابع ما في مشكلة. ولذلك لو كان مثلا على الرجل بعض الصبغ مثلا أو بعض الأظافر مثلا عليها صبغ أو شيء كذا من هذا القبيل، لكن المسح الطولي تحقق، إذا تحقق هذا يكفي يجزي ما في مشكلة. أما إذا أكو هناك مثلا صبغ عرضاً مستوفي إلى ماذا؟ إلى القدم، فإذا مسح طولاً ما تحقق المسح الطولي لوجود ماذا؟ هذا الحاجب، ففي هذه الحالة غير صحيح. فعلى العموم أنه بعد ذلك يمسح الرجلين. هل يشترط مسح الرجل اليمنى قبل اليسرى؟ طبعاً المسألة خلافية. طبعاً لا يصح أن تمسح اليسرى قبل ماذا؟ قبل اليمنى. تمسح اليسرى قبل اليمنى، ما شفت أحد قالب به. نعم، الاحتياط أنك تمسح ماذا؟ اليمنى قبل اليسرى. بعضهم سيد السيستاني الشيخ حسين قدس الله روحه الشريفة جوز المسح معاً، يعني تمسح الرجلين معاً، يقول هذا ما في مشكلة. لكن التفت، مو تخلص من اليسرى قبل ماذا؟ قبل اليمنى، لأن أنت حين فرقت من هذا، فرقت من الرجل اليسرى قبل اليمنى، هذا ما يصير. تمسحهما معاً، ولذلك الاحتياط أنك ماذا؟ أنك تمسح الرجل اليمنى وبعد ذلك تمسح الرجل اليسرى. تفضل يا سيد. أحسنت، مو يده برجله، رجله بيده، يمسح رجله بيده. إيه
عندنا ماسح وعندنا ويش ممسوح، عندنا ماسح وعندنا ويش ممسوح. إذا ثبت إيده، إذا ثبت إيده مثلا وحرك ويش وحرك راسه، يعني صار الرأس هو اللي يمسح، الإيد ثابتة، الإيد ثابتة والرأس هو المتحرك، هو يمسح ماذا؟ كأنما هو يمسح الإيد برأسه، يمسح اليد برأسه. يقولون هذا غير صحيح، اليد هي الماسح، فالرأس يكون ثابت واليد هي ماذا؟ هي المتحركة. كذلك بالنسبة إلى ظاهر القدمين، لا تكون اليد ثابتة والرجل هي ماذا؟ المتحركة. يعني ثبت إيده ويحرك ماذا؟ يحرك رجوله، هذا غير صحيح، وإنما يثبت رجوله ويحرك ماذا؟ يحرك اليد. يعني الإيد هي التي تكون ماذا؟ تكون ماسح، ما تكون ممسوحة. فعلى العموم أنه يمسح ماذا؟ يمسح الرجلين. طبعا هناك من أفتى بتقديم الرجل اليمنى قبل اليد، قبل الرجل اليسرى. السيد فضل الله أيضا كما رأيت له على أنه لا بد من تقديم الرجل اليمنى قبل ماذا؟ قبل اليسرى. وهناك الكثير طبعا من احتاط بذلك، أنه يقدم الرجل اليمنى وبعد ذلك الرجل اليسرى. هذه مجمل أجزاء الوضوء. هنا نواقض عدة للوضوء أيضا، صورة إجمالية، ما هي الأمور التي تنقض الوضوء؟ عندنا البول، الغائط، خروج الريح. هنا لعل البعض يوسوس بالنسبة إلى خروج الريح وكذا، لا، إذا تيقنت. أما إذا مثلا واحد أحس بنوع الفقاعات وكذا لا، إذا خرج منه الريح المتعارف. أما إذا شك طبعا يبني على الحالة السابقة، يبني على الحالة السابقة. لأن عندنا مسألة هنا لا بأس أن أطرحها، إذا واحد متيقن أنه على طهارة، متيقن أنه على طهارة وعقب فترة شك، ما أدري أحدثت أو ما أحدثت، يقولون يبني على الحالة وإيش السابقة، يعني يبني على أنه ماذا؟ متطهر. زين، لو انعكست القضية، متأكد أنه ماذا؟ محدث، نائم مثلا، استيقظ من النوم بس ما يدري أنه تطهر لو ما تطهر، يقول له يلا وإيش طهر، عليك أن تتطهر، لأن الحالة السابقة هي الحدثية، فتبني على الحدثية في حالة الشك. زين، مسألة ثالثة، إذا متيقن الطهارة، متيقن أنت متطهر ومتيقن أنت ماذا؟ محدث، لكن أهي السابق وهي المتأخر. أول شيء طهرت وبعدين أحدثت، أو أول شيء أحدثت وبعدين ماذا؟ تطهرت. يقولون في الحالة أيضا ماذا؟ تتطهر أيضا. وهي طبعا نستفيدها في كثير من الموارد. فمجملا على أن نواقض الوضوء البول، الغائط، خروج الريح، النوم، وما يزيل العقل من جنون وسكر إلى غير ذلك، وأيضا بعض صور الاستحاضة إلى غير ذلك من مبطلات الوضوء وموجباته. للوضوء نعم غايات، ما هي الأمور وما هي الغاية بالنسبة إلى الوضوء؟ عندنا الصلاة، الصلاة لا تكون إلا بماذا؟ بطهارة، لا صلاة إلا بطهور، سواء كانت الصلاة واجبة أو الصلاة ماذا؟ مستحبة، لا بد من الوضوء، لا بد من الطهور.
كذلك بالنسبة إلى الطواف، لكن أي طواف؟ طواف الواجب بس، طواف الواجب لحج أو لعمرة. طواف الواجب يشترط فيه الطهارة، الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية. فإذا الطهارة الوضوئية مشترطة في ماذا؟ الوضوء مشترط في الطواف الواجب. زين طواف المستحب، على الظاهر أن الطواف المستحب غير مشروط بأن يكون على وضوء، لكن ها يلتفت، احنا قلنا بالنسبة إلى الطواف غير مشروط بالوضوء، لكن إذا طاف يريد يصلي لابد يصلي بماذا؟ يصلي بوضوء. فإذا غايات واجبة، صلاة الواجبة مثلا عندنا الطواف، مس كتابة القرآن، بيلمس القرآن لا يمسه إلا على وضوء، على طهارة لا يمسه إلا المطهرون. غايات مستحبة للوضوء، ما شاء الله من الغايات المستحبة، يريد يقرأ القرآن خاصة هذا شهر فضيل، ينبغي له قبل أن يقرأ القرآن يكون على ماذا؟ يكون على طهارة، مو ملزوم، لكن ماذا؟ أكو هناك استحباب، أكو هناك ماذا؟ أفضلية بأن يتوضأ قبل أن يقرأ القرآن. يريد ماذا؟ يريد أن ينام، ينبغي له أن لا يبات إلا على ماذا؟ إلا على طهارة، يتوضأ وينام. أيضا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إذا واحد بيصليها خب مو شرط في الوضوء، حتى لو محدث، حتى لو بالحدث الأكبر وبيصلي صلاة على الجنازة يشترط فيها الوضوء؟ ما يشترط فيها الوضوء، ليش يشترط فيها الوضوء؟ لكن الأحسن أنه يكون على ماذا؟ على وضوء. وكذلك الكون على طهارة، كلما أحدث ينبغي له أن يكون على ماذا؟ على طهارة. ولذلك يقولون الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة في آخر حياته أصابه مرض الإسهال، فاحتاج أجلكم الله إلى الماء، إلى الميضات، إلى 30 مرة في اليوم، لكن مع ذلك ما يترك الوضوء بعد كل مرة يحدث، كل مرة يحدث لابد أن ماذا؟ يتوضأ. ليش؟ لأنه لا يريد أن يلقى الله إلا على طهارة، يكون متطهر. ولذلك لما وصل الخبر إلى والدته بالمرجعية أنه صار مرجع المسلمين، فأخبرتهم كيف لا يكون كذلك وأنا لا أرضعه إلا على طهور. لاحظ هذه أمة، لا ترضعه إلا وهي متطهرة، كيف لا يكون كذلك؟ وهل آداب هذه من أين مستقات؟ من عندي أهل بيت العصمة والطهارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إلا أن هذه الأمة ماذا عملت مع هذه الوصية، وصية رسول الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا القرآن مزقوه، تهددني بجبار عنيد فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل مزقني الوليد. فأما القرآن فمزقوه، وأما بالنسبة إلى العترة شردوهم، سجنوهم، ضايقوهم، قتلوهم، ضيقوا عليهم، سيما أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فأما الجلد فقد خرقته سهام بني أمية، وأما اللحم فقد شرحته سيوف بني أمية، وأما العظم لهفي عليك أبا عبد الله، وأما العظم فقد رضضتها الخيول الأعوجية
ساعد الله قلبك يا أم الحسن والحسين. هالنوح يا زهراء على منه تنوحين، نوحك على المسموم لو نوحك على حسن. حنة نادت والدمع بالخدبة. لا تسألوني يا خلاك كلهم أولاد، لكن مصاب حسين ساطي في فاه، وأعظم عليه لون الناعي عليه. وحسينا دهري رماني بالرزايا بكل غاه، وشتت أولادي عن يميني وعن شماه، وما شوف ساعة من الحزين مرتاح باه. وأعظم عليه لون الناعي. وحسيناه ومصيبته أنا لا تحسبوني للرضا في طوسما، ولا إلى بغداد لا رحت تعت، كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت، وكل العزة والنوح والصيحة على يا حسين. بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب، يا الله تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، أيد وانصر علماءنا العاملين، وارحم الماضين، فك أسرانا، رد مغربينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم اجعل كلمة الحق هي العليا، وكلمة الباطل هي السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وجماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، ولا سيما المسببين لهذا المجتمع الشريف. اللهم أطل في أعمارهم وبارك في أرزاقهم، ونهدي لأمواتنا وأمواتكم وأموات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.